طالب مسؤولون فلسطينيون بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو بعد إعلان نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية كافة، واعتبروا تصريحاته بمثابة إهانة للقانون والمنظومة الدوليين وخرقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدين أن ذلك لن يغير شيئا على أرض الواقع ولن يعطي حقا لإسرائيل. بكل وقاحة وبكل يعني صراحة يقوم بالإعلان عن سياسته بضم الأراضي، بالقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، ويقوم بخرق وانتهاك القانون الدولي بكامله، ولكن لا توجد أي مساءلة. مراقبون أكدوا أن نتنياهو يسعى بقراره إلى كسب اليمين المتطرف في إسرائيل تحديدا سكان المستوطنات لضمان تصويتهم لصالح الليكود في الانتخابات المقبلة، لكنهم لم يستبعدوا أن تكون هذه التصريحات البداية الفعلية لضم المستوطنات وما تبقى من أراضي الفلسطينيين المعروفة بمناطق جيم وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. نتنياهو يصارع بأن يكون أصوات المستوطنين كلها في جعبته، ودليل على ذلك بأنه ضخ هذا التصريح بعد الاستفتاءات التي قالت بأن حزب الليكود يتراجع في الاستفتاءات وأن الأحزاب اليسار واليسار الوسط تتقدم، بحيث ضاق ذرعا بأنه يريد أن يلعب في ميزان القوى داخل الأحزاب الإسرائيلية المتصارعة، وكل هذا الحديث يدور عن احتلال أراضي داخل الضفة الغربية. ويشار إلى أن عدد المستوطنات ارتفع في الضفة والقدس إلى 515 مستوطنة، فيما ازداد عدد المستوطنين من 250 ألفا إلى نحو 800 ألف مستوطن. إسرائيل تريد للفلسطينيين أن يعيشوا في كانتونات تحاصرها المستوطنات من ناحية وجدار الفاصل من ناحية أخرى، وبما يسهل عليها مصادرة ما تبقى لهم من أرض. نسرين سلمي من أمام مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله، الميادين.